بار بريك. بريك سفاح. 100. واو. سيارة صاروخ. السلام عليكم ورحمة الله. تغطيتنا الخاصة اليوم من موناكو بنجرب أجدد سيارات ماكلارين. ماكلارين أرتورا نسخة السبايدر، النسخة المكشوفة. سبق وقمنا فريق عرب جي تي بتجربة ماكلارين أرتورا، التجربة الأولى على مستوى العالم بإسبانيا. شرحت التفاصيل والتقنيات والتكنولوجيا، وجربها زميلي كريم، قام بتجربة تفصيلية بالأزرار وكل التفاصيل تاعت السيارة. اليوم احنا بنجرب النسخة المكشوفة. بحلقة اليوم راح أشرح لكم شو صار في تحديثات وتفاصيل جديدة على السيارة، وشو فرق نسخة السبايدر الكشف عن الكوبي. بسم الله نبدأ، هيا بنا. ماكلارين ما في داعي أشرح عن الأيروديناميك، كل إنش بالسيارة من عالم الفورمولا 1. الجماعة أصلاً شركة ماكلارين أيروديناميك قوي جداً، محركات قوية جداً، وأيضاً وزن خفيف جداً. هاي السيارة كل إنش وزاوية فيها تفاصيل وتحديثات. أسفل مقدمة السيارة في فتحتين جداد مو موجودين على إصدار الكوب، بدخلوا الهواء بقناة داخلية مشان يبردوا البريكات، فالبريكات صار تبريدهم أفضل، ولكن البريكات هم نفسهم نفس نسخة الكوبي. إصدارات الكوبي 2025 راح ينزل عليها هذا التحديث ويصيروا زي بعض من ناحية تبريد البريكات. هاي الفتحات الموجودة على الجناح، أنا النسخة المعي الحزمة الكربون بيرفورمانس، اللي هو أنتوا بتشوفوا كل الأشياء كربون فايبر. هاي فتحات حقيقية، في هواء بصير خلطة هون سحرية، مرات بتساوي اختلال بتوزين السيارة، فبطلع الهواء الغير مرغوب فيه من خلال هاي الفتحات. جنوط السيارة بالأمام 19 إنش، بالخلف 20 إنش. بالأمام عرضهم 9.5 إنش، بالخلف عرضهم 11 إنش. ممكن طلب السيارة كاربون سيراميك بريكس، أو ممكن طلب السيارة ببريكات حديدية. الكاربون سيراميك بريكس، الديسك الأمامي حجمه 390 ملي، والخلفي 380 ملي. 6 مكابس بالأمام، 4 مكابس بالخلف. شايفين هاي الفتحة؟ فيها زي فتحتين بنفس الوقت. الايروديناميك بيمشي الهواء بطريقة فنية ذكية، بدخل هون الفتحة الهون الداخلية، هون الاير انتيكس يعني التيربات بسحبوا الهواء من هاي الفتحات، تدفق الهواء والنشاط من هون بيجي. الرئة تاعت السيارة من هاي الفتحة، وهاي اللي مبين معكم الروديتر كبير، هذا لتبريد السيارة. بمقدمة السيارة إذا أنت بتلاحظ على نسخة السبايدر، شوفوا هاي القطعة الصغيرة، هاي القطعة الصغيرة بتحسن من عزل الهواء ما يدخل جوا السيارة، فهذا الاشي بيكون افضل. هذا الجزء بالارتورة هو اختلاف جذري مقارنة بين الكوب والكشف. من اول ما تطلعوا عليها بتحكوا شو هذا الاختلاف، ليش الاختلاف؟ لانه انت لما تجي تفتح السيارة وتكشفها، هذا الجزء اللي بينفتح، هذا الجزء خفيف جدا. كم اختلاف الوزن بين نسخة الكوبي ونسخة المكشوفة؟ الافضلية للكوبي اكيد، اقل بالوزن بمقدار 62 كيلوغرام، يعني الكشف اتقل. مقارنة مع كل المنافسين الموجود بالسوق بهاي الفئة من السيارات، السيارات الرياضية عالية الأداء، الأرتورا تتفوق ب 85 كيلو لصالحها مقارنة مع كل المنافسين اللي عندهم سيارات مكشوفة. شوفوا هذا التصميم والديزاين جميل جدا، هون في فتحة حقيقية يمينا ويسارا. هدول الفتحتين شو بيساووا؟ بدخلوا تيار هوائي يدخل ويمشي أسفل هذا الغطاء مشان يبرد منظومة الكشف ويطلع الهواء من هون، ومن هون بطلع الهواء. عقدكم ايروديناميك، بطلع الهواء مشان يجبر الانبعاثات الطالعة من الاكزوست للذهاب بطريقة فنية، وما يحرق صبغ الصندوق الخلفي تاع السيارة. هاي الفتحة حقيقية، هاي الفتحة حقيقية. هدول قلت لكم السيارة كاربون باكج معي، شكلهم كاربون فايبر، فيها فتحتين. الفتحة الأولى بتروح لتبريد، شايف المبرد هون والمبرد هون، ببردوهم في هون تبريد الجير بوكس على السيارة. بهذا الجزء في فتحة ثانية، الفتحة الثانية بتاخذ الهواء بروح بدخل على منظومة الكشف، بدخل بساوي تيار هوائي ببردها، وبطلع الهواء من الفتحة الموجودة هون أيضا. فمثلا الجو الحرارة عالية، انت طالع دايس مليون، الحرارة عالية، السيارة بطلت تكشف لأنه منظومة الكشف لازم تكون باردة، فهذا تبريد للنظام الكشف مشان تضمن انه انت بأي وقت بدك تسكر الكشف بتسكره بدون أي مشاكل. هاي الفتحات مشان تبرد الإكزوست، هاي الفتحة بطلع منها الهبو، اشي مو طبيعي الحرارة هون صراحة. كل هاي الفتحات مشان تطلع أحسن تبريد ممكن لهاي السيارة من الخلف.
هاي السيارة بشكل سريع عقدتكم، أنا أشرح لكم تفاصيل، خليني أكشف لكم إياها وتشوفوا عملية الكشف كيف. الكشف خلال 11 ثانية بإمكانك تسويه والسيارة واقفة، وبإمكانك تسويه والسيارة ماشية، ولكن السرعة تاعتك لازم لا تتجاوز 50 كيلومتر بالساعة. استتجاوز هاي الكشف ما برضى يفتح. الزر تاع الكشف موجود هون على اليمين، وهذا الزر على اليسار اللي هو الشباك الخلفي. الشباك الخلفي بإمكانك مثلا السيارة أنت ماشي مسكرها تفتحه، صوت الإكزوست بدخل لعندك جوا السيارة، أو أنت بتسكره عادي، أنت صاحب الاختيار. بدك طرب افتح الشباك. السيارة التعقيد فيها أثناء عملية أنه أنت السيارة لها صوتين، صوت والسيارة مكشوفة، لأن المهندسين مكلارن اشتغلوا بطريقة كتير معقدة مشان يقول لك إحنا لازم الصوت يوصل للسائق تاع السيارة. فأنت لما تكشف السيارة بصير عملية أنه في كتير ضوضاء بتدخل جوا السيارة. فمهندسين مكلارن ساووا تحديث جديد على الإكزوست تاع السيارة اللي هو من خلال الصبابات. سوفتوير البرمجة تاعته مختلفة مشان يفتح ويسوي لك سيمفونيات بطريقة مختلفة عن نسخة الكوبي. وأيضا الجماعة ساووا قنوات داخلية مشان يدخل صوت الإكزوست الحقيقي وليس من خلال المكبرات الصوتية داخل السيارة مشان أنت تنطرب وانت سايق السيارة. في ميزة موجودة بنسخ السبايدر انه انت لما تسكر السيارة شايفين زي فتحة سقف موجودة، فهي بتغير لك الاجواء. ولكن رح تيجي تقولوا لي طب صايب اذا الجو شوب شو بصير، يعني ننشوي؟ لا، في هون تظليل. شوف التقنية، بكبس هذا الزر صار العزل خيالي، كأنه ما في شمس تدخل علي نهائيا. بدي شمس، بدي غير اجواء، افتح كشف، الامور طيبة. بدك الاجواء على الاخر، افتح السيارة من هون واستمتع وانت كاشف السيارة. مدلعينكم جماعة مكلارن. من الأشياء الجديدة صارت على مكلارن أرتورا، صار هون في شاحن لاسلكي هون موجود، بس صراحة مكانه أوكي، انت بتثبت تليفونك 100% وانت دايس يمين يسار، الوضع ممتاز، ما بطير ما بفلت. ولكن شو المشكلة؟ بعالم السوشيال ميديا انت بتكون شابك تليفونك مع البلوتوث تاع السيارة، بتجيك تنبيهات نوتيفيكيشن، فانت بالنوتيفيكيشن هاي بدي اشوف مين رن علي، مين بعت لي مسج، فانت مو شايف شيء لانه الشاشه هاي الحجم 8 انش تعمل باللمس، اندرويد اوتو والابل كار بلاي، يعني بالنسبه للسائق مسكر الوضع. وحتى المرافق المظلوم هاي الشاشه مايله شوي لليسار، فهو يعني رؤيه افضل للسائق مش للمرافق. بس انت ممكن تشغل نافيجيشن يشتغل هون، والسائق عنده نافيجيشن كمان بالشاشه اللي قدامه، فهي يعني يا ريت لو خلوها مستقيمه صراحه. بالنسبه للنظام الصوتي تاع السياره من نظام باورز اند وينكلز، عادوا توزيع السماعات داخليا بالذات من القسم الخلفي، فشوفوا السماعات صاروا خلف راس السائق والمرافق. وفي سماعه هون موجوده بالمنتصف، هاي تعتبر جديده مشان نظام السراوند جوا السياره يكون شغال ويطربك زي ما بدك، كاشف السيارة أو مسكرها. من التحديثات اللي صارت على السيارة أنه زر التشغيل صار باللون البرتقالي، لأنه المتابعين صح لمكلارن اللون الرسمي تاعهم بسيارات الفورمولا 1 والتيم تاع سباقات الفورمولا 1، فخلوا زر التشغيل باللون البرتقالي للتمييز. وفي نظام جديد اسمه New Spinning Wheel Pull Away، هذا النظام موجود لما أنت تفصل التراكشن كنترول، زي بعطيك انه انت تساوي زي بيرن اوت متحرك، يعني انت بوقف وبدوس فل عادي الاطارات صار يساوي بيرن اوت واكشن والسياره منطلقه، يعني عكس اللونش كنترول. اللونش كنترول يضمن افضل انطلاقه للسياره بدون ما تكون العجلات بتفرك وبتضيع وقت. هذا النظام نظام استعراضي. هذا النظام على فكره مو لاول مره بتم استخدامه بسيارات مكلارن، اول مره تم استخدامه على اصدارات ال تي، بعدين تم استخدامه على سياره المكلارن 750، فهلا حطوه على المكلارين ارتورو سبايدر. بدك تساوي جو وانت كاشف وتشم البخور يا حبيبي، استمتع بمكلارين. شغل السياره بالزر البرتقالي الجديد، شغاله على الالكتريك مود. هلا خلينا نكشف السياره. هيا بنا. العملية سريعة وسهلة. زمرت لي بتقول لي خلص الموضوع. شايفين هذا الشباك الخلفي؟ نصيحة دائما خلوه نازل مشان تسمعوا صوت السيارة والطرب.
صوت التيربوهات قاعدين معك جوا السيارة. يا بعد قلبي انت عاش الفؤاد صراحة. موضوع انه انت تطلع بسيارة مكشوفة وسيارة رياضية واداء شعور جميل، وبنفس الوقت كل عشاق السيارات اللي بيهتموا بالسيارات الرياضية بيجي بيقول لك انا ما بدي اخذ النسخة المكشوفة، بدي السيارة الكوبيه. ليش؟ مشان الوزن يكون خفيف والسيارة تكون اسرع. ولكن مع مصنعين اساطير زي ماكلارين اختلاف الوزن بيكون مدروس بعناية. 62 كيلو فقط الفرق في السيارة، ما فيها وزن كثير كبير انه انت خسران الهورس باور والتسارع وهالسوالف. جير السيارة اوتوماتيكي من 8 سرعات SSG Seamless Shift Gearbox Double Clutch. تم تطوير السوفت وير تاعه صار اسرع بعمليات التبديل، فالسياره من خلال هذا السوفت وير صارت اسرع بمقدار 20% من خلال تبديل الغيارات. ارتورا سبايدر تم تعديل السوفت وير تاع المحرك تاعها وزادوها 20 حصان من خلال السوفت وير، ما في هاردوير اختلاف. فاي سياره ارتورا نسخه كوبيه اصدارات 2025 راح يكون هذا التحديث تاع السوفت وير موجود عليها وتكون بقوه 700 حصان. السياره بالاساس شو الميكانيك تاعها؟ محرك V6 3000 سي سي توين تيربو هات انسايد V بولده قوه 605 حصان بعد التحديث، وعزم الدوران 585 نيوتن. في محرك كهربائي بولد قوه 95 حصان موجود، وايضا بعطيك عزم دوران 225 نيوتن. الحسبة كاملة 700 حصان و720 نيوتن من عزم الدوران. السيارة تتسارع من 0 ل 100 بثلاث ثواني، ومن 0 ل 200 بثمان ثواني واربع اجزاء، ومن 0 ل 300 ب 21 ثانية وست اجزاء تحديدا، والسرعة القصوى 330 كيلومتر بالساعة. السيارة تتوقف من سرعة 100 ل 0 ب 31 متر تحديدا، والسيارة تتوقف من سرعة 200 إلى 0 ب 124 متر تحديدا. اختبار بريك. بريك سفاح. 100. واو. السيارة صاروخ. وزن الأرتورا سبايدر بدون سوائل 1457 كيلو تحديدا، أما نسخة الكوبيه من الأرتورا بدون سوائل وزنها 1395 كيلو جرام. صوت السيارة متوحش. خلينا نروح على وضعية مش الكومفورت الراحة، وضعية الإلكتريك. وضعية الإلكتريك إذا بتدوس فل محرك البترول ما بيشتغل، بس الفكرة الرئيسية إنه معك لحد 33 كيلومتر كهربائي بالكامل. بعديها يا أما بدك تروح على وضعية التراك والسبورت اللي هي بتشحن بأسرع ما يمكن. شوف التسارع سايلنت ماشيين. إحنا هلأ أنا فل ثروتل من أول ما صرت أحكي وصلنا 80 سايلنت. حبيت الفكره انه انت لما تاخذ قرار انه انت بدك تسوق السياره الكتريك حتى لو ضليتك دايس فول ما بيشتغل البنزين. في اضافات صارت اساسيه بالارتورا سبايدر، يعني مو اضافات انه انت ممكن تطلبها ممكن ما تطلبها. نظام المحافظه على المسار صار اساسي، نظام قراءه الشواخص المروريه ومعرفه السرعه تحت الشارع صار موجود اساسي بالسياره، نظام النقطه العمياء ممكن طلبه كاضافه على السياره، وايضا في نظام اللي هو قراءه الحركه خلف السياره ترجع ريفيرس في مشافي سيارات. هذا النظام بعطيك التحذيرات المطلوبه مشان يسهل عليك حياتك. فهي السياره يعني انت بامكانك تسوقها كل يوم ديلي عادي ما عندك مشاكل. الشيفتنج جير استراتيجي اعطت افضليه بالتسارع تاع التبديل تاع الغيارات بمقدار 25% مقارنه مع الارتورا الكوب العاديه. من الاختلافات الميكانيكيه صارت على السياره انه قواعد المحرك صارت مختلفه، صارت صلبه جدا جديده. هذا الشيء شو اعطى السياره افضليه؟ اعطى السياره افضليه انه السياره صارت لما تمشي شوي شوي بتكون اهدى ومريحه اكثر، وبنفس الوقت الحركه تاعت مصات الصدمات بتكون واضحه
ومو كثير متخبطة بالسيارة، فهي الوضع واضح جدا لكيف التخميد تاع مصات الصدمات. بحالة انت رحت حطيت وضعية التراك والسبورت واعطيتها اكشن على الاخر، السيارة صار ادائها افضل واحسن، لان مصات الصدمات مرتاحين والحركة تاعتهم واضحة جدا، يعني التصرفات والاهتزازات نوعا ما واضحة، والشارع كمان له دخل كيف تأثيره على انه مصات الصدمات التحرك تاعهم، بس صارت مقارنة مع الارتورة العادية مريحة اكثر. ست سلندر بس عن جد بنعش فؤادك. شركة مكلارين دايسة بالموتور سبورت فل بالفورمولا 1، أدائهم تحسن، أفضل عام لهم هذا العام، وكل سنة قاعدين بنشوفهم بتطوروا وبتطوروا. خلال هاي السنة رح يرجعوا لسباقات الليمو، فالجماعة دايسين فل، وحتى رح يساوي بطولة للمكلارين أرتورو جي تي على مستوى العالم بأكثر من دولة. فمكلارين سياراتهم سريعة وهم دايسين فل. وصلت حلقتنا للنهاية، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معي بهاي الحلقة السريعة من موناكو. تعليقاتي على السيارة صراحة سريعة جميلة مميزة. السيارة جماعة مكلارين بقول لك إذا بتشتريها عليها ضمان 5 سنوات مفتوح الكيلومتر وعليها عقد صيانة لمدة 3 سنوات، فالجماعة واثقين من المنتجات اللي بقدموها للناس وعشاق السرعة والأكشن. سيارة خفيفة سريعة طرابية وكشف تنعش فؤادك. نحو شعارنا الدائم للعالمية باسم العرب، مع عرب جديد. في أمان الله ودوس الحبيب.